السيد فلاح مبارك هيف الحجرف من مواليد منطقة الجهرة عام 1922، تلقى دروسه الأولية في الصالحية بمدينة الكويت، حيث انتظم وهو في الثامنة في مدرسة الملا محمد الشرف، وتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم. عاد بعدها إلى الجهرة وانتظم في مدرسة منصور البناك، وأتم فيها حفظ القرآن الكريم. التحق عام 1950 بدائرة الأشغال العامة، أصبح مراقبا لحرس الأسواق في البلدية، فاز في انتخابات مجالس الأمة وبشكل متواصل منذ المجلس الأول عام 1963، ثم الثاني والثالث والرابع والخامس، وحتى المجلس السادس عام 1985، حيث مثل منطقة الجهرة في تلك المجالس التشريعية. تقلد عبر مجالس الأمة التي شارك فيها مناصب أمانة السر ومراقب المجلس، وانتخب عضوا في عدة لجان كالتشريعية والداخلية والدفاع، وأصبح عضوا في مكتب المجلس. أصبح في عام 1988 رئيسا لمجلس محافظة الجهرة، وعضوا في المجلس الأعلى للمحافظات، عضو مؤسس في جمعية الجهرة التعاونية، رئيس مجلس حي الجهرة وأحد مؤسسيه، أحد مؤسسي نادي الشهداء الرياضي، نادي الجهرة الرياضي. في صباك بدأت العمل ضمن مجموعة الهجانة، أو أولئك الذين يحمون الحدود الكويتية عن أي متسللين أو مهربين أو مخربين. كيف كانت تتم عمليات حماية الحدود ومراقبتها، وكيف كانت تتم هذه الأمور مع الآخرين في ذلك الوقت؟ أما أول ما صارت الحدود، والحدود صارت في أواخر الأربعينات. نعم. في أواخر الأربعينات. حنا أكثر ما حنا نراقب الجهة الشمالية اللي من صوب العراق، أكثر ما، لأن الجهة الجنوبية هم بعد فيها ولد عمي فلاح بن هيف الله يرحمه، أخو مبارك. نعم. في الوفرة عنده 5 مراكز كلهم على الحدود. وعلى الساحل عليها عجران الله يرحمه. فحنا من جهة الشمال ذاك الوقت منهدين علينا هل سوريا وهل الأردن وهل العراق على بداية الكويت ونهضته، وكلهم بدون جوازات يجون متسللين، وفي سيارات تشيلهم تجيبهم من الحدود، تجيبهم من سفوان، تجيبهم من الشعيب، تجيبهم بعض السيارات تدخل للزبير وتجيبهم تشيلهم للزبير. نعم. ففي سيارات اول ما هو كان جيش هجانة. نعم. وصار الجيش عمليتهم بسيطة لأن ما يروحوا مسافات بعيدة. فجات سيارات، قاموا السيارات الدوريات المراكز، مراكزنا مركز نايف في الديرة، ومركز الرسمان في قمة صباح، مركز السعود في الهويملية، سعود بن شاش الله يرحمه عند جابر. فيوميا على الأقل يطرحون سيارتين، 3 سيارات، 4 سيارات، وكلها مشحنة، أكثر ما يلقون فيها سوري، مصري، أردني، عراقي، شحنة متسللين ويسلمونهم اللمن. اللمن ذاك الوقت أبوك حيل الله يعافي عنه إنه محمد في المطلع، يسلمونهم المطلع، يجيبونهم برا يسلمونها في المطلع، هو عادي يتصرف فيهم، يحولهم للسجن للتحقيق وبعدين تالي يبعدونهم. هذه اللي نعمل فيه في ذلك الوقت، وصار فترة طويلة. نعم. فترة طويلة. نعم.
خبر مركز نايف اللي قضبه عبد اللطيف الثويني عنده خبر هذا كله هو اللي ذاك الوقت فوق 30 سيارة نبه من النوبات كن السيارة هنا ورموها الهجان اللي على السيارة الحكومية وقتلوا السائق وصوبوا اثنين من المصارع وجابوهم قاموا روحوا بيروحون نايف للنيابة نايف يقول أنا اللي رموها الهجانة لكن نايف قال أنا مسؤول قال عبد اللطيف بن ثويني لا تروح أنا اللي أروح يوم دعوا نايف يروح لهم عبد اللطيف الثويني للنيابة قال إحنا حاطين المراكز شو اللي حاطينها أنا اللي أمرت هنا أنا بن ثويني لأن شلون بيحمون الحدود وهم يطلقون النار ولا هاد سيارات حامية أطلقوا النار وطقت لها رجال له عامدين هل يبونها في التاير والتاير ما حصل فيها شيء نعم راحت ما كانها شيء نعم عملات الحدود نعم جبل الكويتيون على التضحيات والبطولات من أجل العزة والكرامة والذود عن السيادة وأثبتوا ذلك في الأزمات والمعارك والأحداث الصعبة ففي الرقع حدثت معركة بين الكويتيين وجماعة من المغيرين على أطراف الكويت بتاريخ 27 يناير 1928 واستشهد في معركة الرقع المغفور له الشيخ علي السالم المبارك الصباح الذي طارد الأعداء المغيرين حتى غرزت سيارته في رمال الصحراء وارتد عليه الأعداء وقتلوه وجرح في تلك المعركة المرحوم الشيخ علي الخليفة الذي قام بإسعافه المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح وعن الحروب التي خاضها الكويتيون في الماضي وموقعة الرقع سألنا السيد فلاح مبارك الحجرف العم فلاح مبارك الحجرف هل أيضا يمكن أن تعطينا بعض المعلومات وبعض الذكريات عن المعارك التي اشترك فيها والدكم رحمه الله حيث استشهد وهو يدافع عن الوطن وعن الأرض الرقع حنا كان في الفريد عند أطراف في جو الأطراف اللي وراها وعس واحد من الفتاويه قال له الضيب شمري ضيب الصواح عند أمور ويسات تقول لا برق شوي وعين له اسميه فقعها مصالير وعشب جاء قال مبارك خرفيه على واسميه على خرفيه والميته واحده قال عاد بداح ابن اخيه اللي هو خاله اللي ذبح معه يا خال لا تروح والله لا تروح ان يصبحونك الاخوان قال معه قال انا علمتك لا تروح الا يصبحونك الاخوان وتوه رايح منهم واحد مطير معطيه الوالد بعير ومعطيه كيله مزير على انه يبلغ ما جاء احد ما جاء وجاء معهم يدلهم عليه قال الهليمه طيري نزلنا شدوا ونزلنا في الوسميه عند مرويسات ما نزلوا الا قبل المغرب بشوي بعض العرب تاخر ما وصل نزلوا دبش صباح بعد علي الخليفه عندها قتارين وبعض صباح وبعض الفدوية ما وما اصبحوا له انهم يصبحون يقصونه بجرتهم وليصبحون الناس تبش صباح والماء وياخذونه صاح مصيح ركبة الخيل فيه واحد من الجماعة قال له نار المتلقم ولد له ضايع طيره ومعود يدوره وامره عند القتاري ويوم اصبحوا يصبحون يذبحونه وفزع بالخيل على حلوة ولده الوالد قناص وهيف الله يرحمه قناص جاء صايح يركب ولد خالتي على فرس عندنا ولحق الوالد ورده ولا جاي في قلب مثل الحلم يا مجانا ولو هذا الضبيب وسعود بن قرينيس قام طال عمرك كلهم جايينا قيمة ثمان أو تسع ركائب يبون البيوت قال الوالد ولد خالتي عنده اللي لحقه وجابه
اركب اركب يا ناصر اشبح لنا هذا وش هم يوم جاهم وقد وسطهم يرمون الله ما ادري الا معاهم رجع قال مبارك الاخوان هم يوم هنا عودوا ركب الوالد هو يا بن قرانيس وهو يا ضويب الصويحه والحقوه معهم ثلاثه رجليه من الجماعه زايد الصانع وصليبي وبن هتيبان وزين الخده رجليه هذول. فيما راحوا لان جاينا بداح الله يرحمه ناس من بشته على ذراعه يسعى الخالد يمني له وين خالي هاك الليله جاي تختي رضيعتي جايه الليله هاك الليل قالت ما عاد ذاك الخير له راح حقهم صاير بينه وبين الضويب مشاده يوم جاء الضويب عساس له حاط مع اليمنى خير ابدا اخو شيخ يا الضويب كيف تقب يعقب شوف العين الضويب المسلم الله بيحمينا منه فقها معه بدح ضربهم يا ضرب واحد لطالحه وقام يضرب الدلول بالبندق برده وضربوه لكاسرين نيده وضربوا الضويب لذبحين فرسه وكاسرين رجله ولا الوالد مطلق عليهم وضربوا عاده مقبل لا ذبحين راح جاءت عاد الخيل ما عاد عندها احد راح لحقهم نايف وربع معه وذبح فرس الوالد هم ماخذينها وراح الصبح الساعة 8 لعلي بالسيارات عندنا وين قال والله القوم مرة راحوا ولحقوهم وين لحقوهم بالشعيب حقوهم عند العبيد يروحون الرجلية ويخلون الحلال يقومون يطردونهم ويرمونهم والله ما دعاد يذبحهم منهم أحد أو ما يذبحهم منهم أحد لكن صوبوا على الخليفة صوبوا على كسر ورجله علي الله يرحمه راح يطردهم يقول أثار لازم أخذ أثار بارك بن هيف الحمد لله رب العالمين قام عبد الله الجابر شل علي الخليفة هو رجع به المواتر شافت علي عبد الله الجابر رجع رجعوا كله علي مع ثلاث سيارات سيارته وثنتين غيره راح يطردهم في البحر قرزت سياراته أي غرز قاموا يترامونهم وياهم الشمس قدها بتغيب مع اثنين عوازم قال لهم مسلم وسلام هالدروز قال يا علي لا تمتنع هم قاموا يدعونه بالأمان لا تمتنع يا علي قال تراجع هو يا ربعه بن مسعود مطلق هو يا محمد الملا أخو نزع قال ما عاد غير الله ومان الله قال حنا عوازم ما حنا ممتنعين لكن انطتني على يدنا الفشق معك واللي بيجي قالوا لا ما قام العازم هو يخيه وجلع راح سلم هو يا سلامه ويلحقهم ناصر المسعود اخو مطلق ويطقون ناصر المسعود اللي ذابحينه العوازم سلموا جاوهم يوم جاوهم قضبونهم فسخون هدومهم أيما قال اذبح عدو الله بأمان الله يقولون اذبح عدو الله بأمان الله وقاموا صبروهم وذبحوهم كلهم هو أخوي علموا وراحوا خذوا الحلال عودوا على الحلال وخذوه وراحوا حلال بعر صباح ومعها بعد علي الخليفة ما هي بواجد ومعها أي هذا اللي خذوا هذه قصة علي عقب ثالث يوم او رابع يوم راح عبد الله جاب صوبهم ويا ما اسمع دفنوهم ورجعوا. ومن الرياضات العربية الأصيلة ومن تراث الصحراء والبوادي والجزيرة العربية رياضة القنص لصيد الظباء والحباري والأرانب في استخدام الصقور المدربة، وللسيد فلاح مبارك الحجرف انجذاب ودراية وممارسة في القنص. كنت مولعا ولم تزل برياضة القنص، ومعروف عنك أنك أنت شاركت الشيخ سالم العلي سالم الصباح وأيضا المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح في القنص، وكنتم يعني تذهبون في المواسم إلى مناطق مختلفة. دعنا نتحدث أيضا
عن رياضة القنص اللي هي رياضة عربية عريقة في التاريخ. ما هي المواسم التي كنتم تذهبون وقتها إلى القنص، وما هي المواقع التي كنتم تقصدونها لأجل هذا الغرض، وهل من ذكريات عن هذه التجربة؟ تعلم القنص أنا متعلمه وأنا عادي ما بعد دخلت مع سالم العلي، ونحن نشدونا عندي الطير وعندي بندق وعندي الطير طرامك يصير له سلق سلقة تحرك له الصيدة، لما جات بتربط الصيدة ولا هنا تحرك على السلقة. نعم. ومتولع فيها كلنا وانا وعائلتي كلهم هالصقر وهالقنص، والدي قبل كلهم هالولع صيد. نعم. لما يعين شيء ياخذ له تسلف من هالكويت ويشري له طير لجا بيندا. ومتعلم عاد جيت مع الشيخ سالم وبعض النبات ناخذ بالقصير، وخذنا النبات اذكر علي خذينا ثلاث اشهر ونقنص الحجارة وحنا هنيا، ذاك الحين الضبي موجود والحبارة موجودة، لجت السيارات في العصر أو في الليل لم تشحنها من ضبي وحبارة ما شاء الله. ولما أصبحوا جاوا يسرحون اللي بيروحون للديرة عطاهم حباري، روحوا معهم حباري، واللي يبي ضبي واللي يبي هنا يروحون ما شاء الله. وحنا هناك عقبة طال عمرك شدينا منها ونزلنا الشعي، لا كذب الشيطان، نزلنا الصخيبري بطرف الشعيب وقمنا نقص بعد العراق أساف العراق. صيدك الحين موجود وكميات كميات صيد لدج سيارة 300 400 حبارة عجيب 50 40 ضبي. نعم اي بعدين تالي حدر المضيف حضرنا الشيخ سالم لما جاء يوم السبت حضر، لكن عندي الأشغال والصحة بلدية كلها الإدارات أي هو كان الشيخ فهد هو رئيسه هو نائبه. حضرنا وياه وبعضنا الحضر رحمة مرزوق بن شبو ولجى نهار لحد عقب الدوام طلعنا حضرنا. لما جاء نهار الخميس طلعنا ونهار الجمعة نحضر نقص الحجارة والدبدبة حقت العراق والصيد موجود. سنة من السنين قنصنا ونزلنا بكاشات بحلويات، حلويات طال عمرك ورا السلمان، ورا السلمان حول تقريبا 60 كيلو، خذنا فيها يمكن 10 أيام أو 15 يوم صيد. يوم جاء نهار حنا بنحضر قال بننزل بنحضر الديرة، قال اليوم أنا نبي حبالي نبي ضبع ونقص في أرض، قال هالشبكة حضر من الشبكة ونصيد 300 ضبي ما شاء الله ذلك ذاك اليوم. نجي ونتعشى ونتعشينا ونسري سهب المضيف والخيام ونسر ونمرح في الحنية. يوم أصبحنا ونسوي غدانا بموقع في الدبدبة قال لها التنادي، تغدانا قال الحملة حضروا الشيخ فهد ذاك اليوم طالع في الصخيبري فهد السالم فهد السالم رحمه الله. قال روح للصخيبري، قال حنا بنروح للشيخ فهد ناخذ معنا 30 حبارة معناها كتب كم ضبي والله ما ادري ايش كثرا نروح له. نعم. بس انا والشيخ سالم وماضي الله يرحمه هم الحرار الطيور. نعم. عندك شاهانه 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 يقولها شاهانه. وعندك الحر فارسي جرودي صافي يعني حر صافي. فلهم مواري لهم مواري. الصافي يجيك دنباه العموديات الثنتين الفوقيات ممسوحات ما فيهن ما فيهن ودع. الفارسي يجيك مودع ريشه كله دنباه وجنحان. نعم. الجرودي تجيك مدامع سود عيونه سود بينه، يعني كل واحد له رسم له رسم. منين كنتوا تحصلون تجيبون للطيور اكثر ما يجيبونها؟ اكثر ما يجيبونها من
بر فارس. من بر فارس. وتعبر علينا ويصيدونها لي عندنا يصيدونها الطواريخ. وكيف كانت أثمانها؟ اللي يجيبونها يجيبونها. أي. رخيصة. رخيصة. أي. الآن طبعاً وين أصبحت. وين اللي يأخذ 100 ربية؟ أنا شاري لي طير نبوه 100 ربية. الصقارة. الصقارة يدرب الطير يطير يطير. يعني أيضاً في اختيار ناس معينين لهذا. لا فيه ناس كلهم ماهرين الناس الصقار كله يعلمه ويعلم طيره نفسه. نعم. يشغل به شنره يدعيه يجذبه يروح يحذف له لوح يهد طلق يروح واحد هناك يصيح له يهد عليه لا ما يقبل عليه ربط هذاك له هو صح عود طيل عليه ذب له اللوح وعشى عليه قبل ننتقل عن ابو مبارك شو اللي يعني هذه الرياضة رياضة القنص والتعامل مع الطبيعة ومع الطير ومع الصحراء شو اللي تعلمت منها أثرت في نفسك أثرت في نفسي لمن هدأت الطير ولقيتها يضرب حبارة وينشها وجيت هنا وضربتها بالبندق أو أجيه موقع والحبار صفه مربضات أنا وربعي نقوم لين ونصيدها هذه اللي هذه هي الرياضة تونس نفسك الإنسان نعم. تشعر إن كأنك ما في نعم نوبة طال عمرك الشيخ فهد كان في سوريا فهد السالم الله يرحمه سوى تليفون للشيخ سالم قال خل الحملة تجينا في تشتري تشتري ورا الرطبة 60 كيلو ورا الرطبة حقت العراق وتظهر الحملة بقيادة عيال الشيخ سعود عبد العزيز الله يسلمه وناصر ويوسف الله يرحمه وفيصل قال خل جينا من خويانا معهم مع الحملة سيارتين ونروح سيارتين أنا ويا صياح بن شعير الله يرحمه توفى وماضي وقحموم وخوينا رشيدي ثاني وعجران ومن مع عبد الله بن حسين طبعا عبد الله بن حسين وماضي هذا الله مع الشيخ بعد هم صقاقير الشيخ بعد ونظهر منا ونمرح في الشعي يوم أصبحنا ونسرح وننزل بالحنية سعد منا فوق 120 سيارة من لوري إلى تنكر إلى ونيت إلى صالون إلى حقات الأشغال اللي جرون هذا اللي قالها برويقن اللي جر المغرر ويسحب السيارات يعني من كل شكل سيارة وصوالين وتنتات يوم أصبحنا لو في سيارات خربانة قال لي ناصر بن سعود يا أبو مبارك نبي تقعد عند السيارات والأخلص أنت الحقون قلت توكل يقعدون المهندسين فيها مهندسين من الأشغال من قراج الأشغال صلحونها الحملة راحت وعدانا موقع قالها ربايثة في الحجرة ورا السلمة نجيهم حنا يوم جاء الظهر لو أن السيارات خالصات ونتغدى ونركب ونسح يوم جاء مغيب الشمس حنا نحول على السلمة ولو أن جرت السيارات نركبها قدرنا أن قيمة ساعة لو هن مخيم تون أو الكار إيه. أصبحا شدينا ونزلنا موقع قال لها تريل الصقاق دون الرطبة 60 كيلو نعين في حبارة ونصيد في حبارة أصبحنا نشد ونجي تتري ولا هذا الشيخ الفهد جاء ولا برد ذاك اليوم وتتري حجارة ولا عندهم حطب ولا شيء وفحم عندهم قاموا يجيبوننا فحم ونشب أصبحنا رجعنا ونزلنا في تليل الصقاق خذنا فيه هنا يمكن أسبوع شدنا ونزلنا موقع قال له العمشة الشيخ فهد حضر بغداد ويا عبد العزيز ومعهم ربع اللي جايبهم معهم من سوريا حنا قعدنا نقنص حبارة موجودة والله كود الحبارة عند المضيفة إنها مثل الضلوع يوم جاء يوم ويوم قال ناصر سعود ترى حنا نبي صيد الليلة نتوعد على القار الصقاقير كلهم يجون الصيد كله نروح للشيخ بعد بالفعل يوم جاء المغرب اللي حنا على القار ولوهنا نصلي نترس النار بأخياش حباري حدر بها فيصل هو يا يوسف حنا نروح المخيم
يوم جينا ثالث يوم له جاينا الشيخ فهد ومشد ونزل في موقع قال لها مخيم في البيض نقنص لنا ثلاثة أيام فيه ومعين صيد ولو أنه يبارين الله يرحمه على صالون أنا وعجران في التندة وقحموم والرشيدي معه وهو مع عبد الله بن حسين وماضي تيسي هم صقاقيره نعم. هدوا لهم على الحبارة أقفت الحبارة راحوا يضربون الحبارة هد طيرنا حنا نعم. يوم هطيرنا ولو هن الضبهاجة ويقوم واحد من ربع قحموم بيرم وقف قلت أنت تضرب الطير هاد على حبالي وترمي من الحبارة قال لا قلت لا مو عرض بعيد وخذ الله هن ذاك قوم ينشن وخمسة عشر عنده يجمعهم جميعا تكون سبحان الله عظيم ينش وينجم نضربهم ثمان في الأرض وثنتين طير من الطيحن إنها ما سن من 15 إلا واحدة عجيب يعني هذه ذكريات ويسجل لنا تاريخ الكويت الحديث مشاهد نفخر فيها ونعتز لمسيرة الشورى التي تطورت إلى الديمقراطية ونموها وممارستها من قبل المواطنين في كل مناطقهم في أرجاء الوطن بروح عالية من المسؤولية والوعي والتطلع للمستقبل الأفضل. وها هو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله يتسلم راية آل الصباح الكرام ليستكمل مسيرة الخير التي بدأت منذ صباح الأول وجسدت التكامل والتواصل مع أبناء الشعب الوفي في افتتاح دور الانعقاد التكميلي لمجلس الأمة عام 1966. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي أعضاء مجلس الأمة أحييكم أجمل تحية ويطيب لي أن أفتتح هذه الدورة التكميلية للفصل التشريعي الأول لمجلسكم منتهزا هذه المناسبة السعيدة لأؤكد من جديد عزم الكويت الثابت متعاونين مع السلطات الدستورية على نضج قدما بكويتنا الحبيب في مدارج العزة والازدهار بلا تردد أو توقف. إنما لقيته خلال الأشهر الماضية من ولاء ومحبة وإخلاص في العديد من المناسبات لما يضاعف من عزيمتي على التفاني في خدمة هذا الوطن العزيز والبذل السمح لبلوغ أهدافه وغاياته بإذن الله تعالى ومشيئته. إننا نعيش الآن في بلادنا نهضة شاملة لم يسبق لها مثيل، لها أثرها النابض وفعاليتها المثمرة في جميع مجالاتنا، ومع ذلك فما زال أمامنا الكثير من الإنجازات والإصلاحات التي تتطلب منا جميعا مزيدا من البذل ومزيدا من الجهود لبلوغ أهدافنا وتحقيق تطلعاتنا إلى آفاق أوسع وحياة أفضل. إننا نعيش كذلك في عصر تتصارع فيه العقائد السياسية والاجتماعية بقسوة وقوة، وإني لحمد الله أن لدينا في بلدنا من الدراية والوعي ما جعلنا ندرك أين مكاننا الصحيح من هذا الصراع العقائدي الذي لا يعين الإنسانية على حل مشاكلها العديدة. إننا نؤمن بأن الحكم تكليف لا تشريف، وبأن السلطتين التنفيذية والتشريعية ما وجدتا إلا لخدمة الشعب والسهر على راحته للسيطرة عليه. إننا نؤمن بأننا في هذا البلد الأمين أسرة كبيرة واحدة، سر نجاحها حتى الآن في التضامن والتعاطف بين جميع أفرادها في السراء والضراء. ومن أجل ذلك فإني جد حريص على تماسك هذه الأسرة الكبيرة التي أعتبر مصيرها ومستقبلها
أمانة في عنقي. إننا نؤمن بأن تشريعاتنا المتطورة يجب أن لا تكون منقطعة الصلة بماضينا والخير من تقاليدنا، وبأن الثروات الطبيعية التي أفاء الله بها علينا يجب أن تستغل استغلالا علميا كاملا لصالح الجميع لا لصالح فئة دون أخرى. إننا نؤمن بالله ورسوله ومبادئ ديننا الحنيف الذي تحضنا على أن نتعاون على البر والتقوى لا على الشر والعدوان. هذه هي مبادئنا التي ندين بها والمستوحاة من واقعنا، وأني لعلى يقين من أننا بتماسكنا وتعاضدنا وإنصرافنا للعمل الجاد البناء الذي لا يشغلنا عنه شاغل نكون قد ضربنا لغيرنا مثلا حيا يشار إليه ويحتذى به. وفقنا الله لتحقيق ما تصبو إليه نفوسنا من آمال كبار، وسدد على طريق العمل الصالح خطانا، والله يحفظكم ويرحاكم. العم فلاح مبارك الحجرف، نأتي الآن إلى مرحلة انتخابات مجلس الأمة الأول، وطبعا من المعروف أنك أنت قررت أن يعني ترشح نفسك لانتخابات المجلس الأول عن منطقة الجهرة. نريد أن نعرف يعني عن فعلا هذه التجربة التاريخية الشيقة، كيف كانت تجري الحملات الانتخابية؟ طبعا الجهرة وشويخ كانوا منطقة واحدة، من الذي نافسك؟ من هي القائمة اللي لزلتوا فيها مكتملين مع بعض؟ كيف كانت تشيع روح الديمقراطية وروح الدعاية الانتخابية إنجاز التعبير لأنك توصل للآخرين مرئياتك ووعودك ونظرتك لما يعني يمكن أن تحققه للشعب وللناخبين؟ ذاك الوقت الناس عندهم جهلة في الديمقراطية، تجربة جديدة، تجربة يعني جديدة، ما عندهم جديدة عليهم. نعم. جديدة على الناس. فذاك الوقت احنا 5 أعضاء. نعم. فأنا وولد مبارك العيار، وعثمان أبو طلال السعيد هذا، في قائمة واحدة. وأنا من صارة الانتخابات من أولها لآخرها ما حطيت الإعلانات ولا حطيت جميع إعلان. نعم. إلا ذاك الوقت حط العيار إعلان صورتي مع ولده. نعم. مع ولده. وقام يركزها في الشوال. نعم. فبدأنا بهذا الأمر، وترشح الله يرحمه عبد الله اللافي ومحمد وأحمد الخطيب. نعم. في أول المجلس. نعم. في الانتخابات. في الانتخابات. أي. يعني كان كم مرشح نزل عن منطقة الجهرة والشويخ؟ أكثر من 5؟ أي أكثر من 5. أي وفازوا 5؟ فازوا 5. أي منهم الخمسة؟ أنت واحد طال عمرك. أنا. أي. والعيار. نعم. وعبد الله اللافي. نعم. وأحمد الخطيب. نعم. وبندر اللافي. نعم. أي. كان لك مقر انتخابي يعني معلوم. هو ديوانك؟ لا، بيت شعر. بيت شعر. اي بيت شعر. وكانوا يجونك الاخوان في البيت؟ كلهم يجونا. وطبعا كان حديث عام ولا حديث في موضوع الانتخابات وعود انتخابيه؟ لا في ما ذاك الوقت ما فيه الا سوالف انتخاب. نعم. وشلون الانتخاب والجماعه هذولك سيرنا عليهم. ايه؟ جماعه هذول جيناهم. نعم. جماعه سيرنا عليهم. نعم. ايه؟ اول دوره ظهر عبد الله اللافي واحمد الخطيب والعيار وانا الرابع. نعم. انا طلعت ذاك الوقت ب 560 صوت. ايه. نعم. اي وهم من 600 من 600 وما ذاك الحين يمكن الجدول ما في حتى الفين. اي طبعا اللي سجلوا للانتخابات كانوا قليلين في اول مره. ايش كنت عم بمبارك
تطرح على الناس حتى يعني تنال ثقتهم حتى يروحون ينتخبونك؟ هل كنت تعدهم في خدمة؟ طبعاً في طبعاً, طبعاً, طبعاً ماذا كان يعني ذاك الوقت؟ أي ما عندنا يعني إحنا حتى بداية ما بعد جاء حتى بيوت دخل محدود تبنى ولا بعد جاء شيء يعني يقولوا الناس نبي هالمطلوب هذا يطلبونه. أشياء كلها بسيطة ومتوفرة. نعم. لكن الوقت نعم. ترى الشعب الكويتي كلش متوفر له. نعم. نعم. كلش متوفر له. نعم. فمن هذا يا جماعة حنا شوف القبيلة مثل القبيلة هي نعم. اللي طبعاً اللي تقرر. اللي يعني تقرر يعني مصيرك يا الإنسان. طبعاً. طبعاً. فقبيلتنا كلهم مثلك الحين ما عندهم أحد غير فلاح. نعم. متفقين على. ما عندهم ولا أحد. نعم. مع اللي من جو إذا خلق بعد. نعم. كذلك نعم. أصدقاء وجماعة نعم. فهذا اللي صار. فأول تجربة في أول سنة كنت أنا مستمع ما زين. أول سنة من المجلس الأمة نعم. أول سنة داخل المجلس بعد نجاحي مستمع نعم. أخذ منك ومن الفلاني ومن الفلان ومن عما يبغوا أنا نعم نعم. السنة الثانية لا بدينا العمل نعم. اقتراحات وأسئلة ومناقشات نعم. ورد على الوزير عندما يجيني من السؤال نعم. وتفسير السؤال كذا كذا وأنا موجب كذا كذا نعم. هذه بدأت نعم. بدأت لله الحمد نعم. السنة اللي بعدها الثالثة الثانية الثانية نعم الثانية نعم. صرت أنا الثاني باثنين وثمانية هذه انتخابات المجلس الثاني نعم ظهرت بثمانمية واثنين وعشرين السنة اللي عقبها المجلس الثالث ظهرت 1204 هنا قبل ابن غليم وأنا تبعه نعم. السنة الرابعة يعني المجلس الرابع نعم. ظهرت 1460 نعم. أنا الأول نعم. وابن غيم الثاني الله يرحمه نعم. وكلها مستمرة نعم. نعم. عن أبو مبارك يعني أعتقد فرصة لو تحدثنا عن تجربة اللي صار فيها تطور وتنامي مثل ما تفضلت أن المجلس الأول أو السنة الأولى المجلس الأول كنت تستمع وتستوعب وبعدين بديت في طرح الأسئلة والمشاركة في النقاش وتوجيه أسئلة ثم طبعا يعني حركة التطور شملت يمكن مجموعة أعضاء مجلس الأمة. كيف ترى أنت هذا التطور؟ يعني ما هي الأشياء المهمة اللي تستذكرها؟ الأمور ذاك الوقت مجالس الأولية يا أبو خالد مثل مجالس هذه الله يهدينا وإياهم نعم. لما صار فينا عندنا إشكال في مشروع أو في شيء سواء في المجلس أو بين أبو الحكومة رفع الجلسة الرئيس رحنا للصالة استراحت شوي قمنا تداول الأمر بيننا وحلنا مشكلتنا وعودنا ووافقنا على مشروعنا اللي حنا مخالفين فيه. فإذا كان هناك تعاون بين الحكومة والمجلس وبين أيضا مجموعات المجلس نعم. فيما بينهم نعم. أي. أي. هل يمكن أن نتعرف على مشاريع القوانين على الاقتراحات التي قدمتها؟ هل ممكن تعطينا فعلا حصيلة لسنوات ممارستك كنائب للأمة في مجلس الأمة عبر المجالس المختلفة وتطور مسؤولياتك وتطور العمل البرلماني حين ذاك؟ اللي احنا خلصناها في المجالس الأولى المشاريع الهامة اللي تخص الكويت نعم. مثل مشروع قانون الجزاء نعم. مثل قانون الجيش مثل قانون الشرطة نعم. مثل قانون الضمان الاجتماعي نعم. يعني عدة قوانين اللي هي البلاد مركزة عليها نعم. هذه كلها خلصتها المجالس الأولى
وبالذات المجلس الأولي اللي وضعت الأساس. وضعت الأساس. وضعت الأساس. نعم. للقوانين. نعم. وللإدارة. نعم. والتنظيمات. نعم. والتشريعات يعني. نعم. أنتوا الرواد الأوائل. نعم. في ذلك. أي بالله. أي. هم اللي حطوها وسووها. نعم. فلاح الحجرف تتعب وأنت تقول رجل ذو أخلاق عالية. رجل زاملت في وفود في الخارج. زاملت في البلاد الشيوعية وزاملت في فرنسا والحقيقة كان نعم الأخ ونعم الصديق ودائما حمامة سلام. أي خلاف يحدث وتعرف دائما الأعضاء يصير بينهم خلافات ولكن خلافات حول المصلحة كل يرى لها طريق من قبله. فلاح الحجرف دائما حمامة سلام وأكن كل احترام لهذا الرجل وأتمنى له بطول العمر والسلامة الدائمة إن شاء الله. الحقيقة أبو مبارك قنيع عن التعريف كان زاملنا في حوالي 3 دورات أو 4 دورات وكان أبو مبارك يعني من الرجال اللي يعني يتزنون بالعقل الرزين وبقول الحق خصوصا في الأمور الدينية. كان دائما يعني يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وكان ابن مبارك زاملت أنا في عدة وفود وكنا يعني أنا وياه دائما نسكن جنب بعض بالأوتيل على أساس الصلاة الصبح وعلى أساس وكان حريص هو يطق علينا ببالنا بالفندق على أساس قوموا صلوا. وكان ابو مبارك يعني معروف انه رجل موقف رجل مواقف يعني في داخل المجلس رجل مواقف داخل المجلس وكان يقول رايه ولا يخشى احد مليه كلش. هل ممكن نسمع تقييمك في الحياه البرلمانيه في المسيره الديمقراطيه لدوله الكويت؟ وخالد عبد الله السالم الله يرحمه عطى الشعب الكويتي هبهم هبة ما حد هبها ما يدولة هبها شرها. عبد الله السالم أعطاه الكويت كرامتهم الكاملة. نعم. أعطاهم الصراحة والحرية والدستور نعم. والنظام وخلى الكويتي وش أقول لك. فيعني يجب إن كان حنا ككويتيين حنا نقدر هذا الموقف اللي عبد الله السالم عطاه الشعب الكويتي. مجالس الأولى حقيقة إنها مجالس من غير قصور فيها الجماعة هذولا مع على حسب طاقاتهم وحسب لكن المجالس الأولى هي اللي ضمنت الديمقراطية وعملت عمل الديمقراطية الصحيح. شرعوا الكويت كل شوارع المشاريع هذه اللي كلها الأساسية كلها اللي سووها المجالس الأول. نعم. مع احترام الأخوان هذولا. زين. فمن الثمانينات وجاي تغير الوضع. أنا قلت بصراحة تغير الوضع. نعم. تغير في السلوك وتغير في النقاش. تغير في الاتجاهات الأخرى تغير في إعطاء الديمقراطية صحيح حقها الصحيح. الديمقراطية ما كلنا تحملها يا أبو خالد يجب أن مكاسب هذه الشعب الكويتي إنه ما يفرط فيها. يقول إن مصالح حصل عليها الشعب الكويتي إنه ما يفرط فيها. يجب على كل رجل عاقل سواء في المجلس أو خارج المجلس إن يحرص على هذه الكلمة. حماية للوطن. حماية للوطن وحماية المكاسب اللي حصل عليها الشعب الكويتي. ما في شعب حصل على مثل ما حصل الشعب الكويتي. فلاح الحجرف كان رجل مخلص لوطنه ولأبناء وطنه لا كبير ولا صغير
محب للخير ومحب لكل مواطن صالح، والحقيقة له مواقف مشرفة. كان يوم من الأيام فلاح الحجرف قال كلمة، أخ إبراهيم أبي أقول كلمة، قلت لا تقول كلمة، أنا بقول لك يا أخ فلاح، أنت عندي أخ عزيز وكريم وأحبك مثل ما أحب نفسي. ليش؟ لأن أخلاقك وإخلاصك لوطنك وأبناء وطنك يا أخ فلاح مبارك، مواقفة كريمة وطيبة، ولا يسعى إلا بالخير والإصلاح. لا يمكن التحدث عن منطقة الجهرة، تلك الواحة الممتدة من عمق التاريخ والجغرافيا، دون التطرق إلى كاظمة المحفورة في الجذور والذاكرة العربية والإسلامية. وكاظمة هي اليوم أحد المواضع الكويتية، وتقع في الشمال الشرقي من جون الكويت، ويسمى الساحل الشرقي منها دوحة كاظمة. لم يستهدف الغزو العراقي الغادر التخريب والتدمير، بل تغيير هوية الوطن ومسخ ما هو موجود على أرضه من أسماء ومواقع معروفة، ومنها كاظمة التي أطلق اسمها على عاصمة دولة الكويت، خلافا للجغرافيا والتاريخ، مجسدا حقده ورغبته في محو اسم الكويت من الوجود. لقد استنهض العدوان العراقي المؤرخين والباحثين والجغرافيين إلى إيضاح هذا الجانب التاريخي الهام دحضا لافتراءاته. ومن أهم الكتب التي صدرت عن كاظمة الكويت قراءة في الخرائط التاريخية للدكتور عبد الله يوسف الغنيم، والتي أوضحت الحد السياسي الواضح الذي يفصل بين كاظمة والبصرة وبين الكويت والعراق. وكتاب كاظمة في الأدب والتاريخ للدكتور يعقوب يوسف الغنيم، الذي أثبت فيه من خلال الوثائق أن الحد الفاصل بين الكويت والعراق هو حد فاصل قديم، إذ أن النظام الذي ساد كلتا الجهتين مختلف، كما أن عادات الناس وأسلوب حياتهم ولهجتهم وطرق كسب عيشهم كلها مختلفة، وحتى الادعاء الذي زعموا فيه أن الكويت تابعة للبصرة إداريا ليس له في الواقع أي دليل، بل العكس هو الصحيح، حيث توجد مئات الأدلة التي تؤكد عدم وجود أي سلطة من أي نوع كان على الكويت من قبل الدولة العثمانية التي كانت تدير البصرة بل والعراق بأكمله باعتباره أحد ملحقاتها. أما منطقة الجهرة، الواحة والعمق الممتد لكاظمة بزروعها ونخلها وآبارها، فهي تبعد عن العاصمة بنحو 33 كيلومترا، أسسها بنو خالد وكانت عامرة بهم حتى عام 1806. أنشأ فيها المغفور له الشيخ مبارك الصباح القصر الأحمر سنة 1904، وسورها المغفور له الشيخ سالم المبارك عام 1920. وأورد المؤرخون أن الجهرة كانت عاصمة كاظمة المعروفة في التاريخ العربي والإسلامي. هل أيضا تستطيع أن تلقي مزيد من الأضواء عن موقع الجهرة، أهميتها الزراعية، سور الجهرة؟ نعم. ليش بني ومتى؟ سور الجهرة بني أظن قبل الجهرة بشهرين. كم من يواهم على أن الشيخ سالم الله يرحمه بنى سور، ما شفت محطة التحطيم هنية قريب، سموها الجرم قصر خسارة، بنى فيه قصر ومد بنيان منه إلى البحر.
علشان الامدادات اللي تاتي تجي معها السور كحماية لها. وجاءت الجهرة ما بعد كملوا السور وتهدم تخرب. هذه سور الجهرة. العوائل والقبائل اللي استوطنت الجهرة هم طال عمرك الحضر اللي استوطنوا الحضر. هذا هو السعيد اللي يقودهم الله يرحمه عبد الكريم الأمير عبد الكريم أبو عود، ذبح في الجهرة هو وعياله اثنين عجلان والآخر والله إني ما أدري وش اسمه، يعني اثنين عيال والحبشي يقودهم رحمة فريح الله يرحمه والمصيريع عائلة قليلة اللي هو مطر مصيريع أبوها مصيريع وعمها ولد عمه قازي بعيجان وأخوه بعيجان ومصيريع هذا الحروب هذا اللي غزلوا ومعهم قليل من طلان ما جوا إلا تالي لكن والحجرة بعد يشدون وينزلوا إلا الخمسينات الخمسينات لا بنوا عاد بنوا بيوتهم ومطوطح سعد مطوطح طواطح عنوز عنزة هذا الله بعد اللي رواده والرشايدة قوم بن قرينيس الكعامية والنمارين والنمارين والرواجح هذا الله. أيضا الجهرة كانت منطقة يعني تستوعب الكثير من الأباعر والإبل وكانت لها استخدامات كثيرة في ذلك الوقت. أكيد. نعم أكيد. الحين الوقت حلال واجد للناس البدو. نعم. ذاك الوقت حاكم الكويت على عصر الشيخ أحمد وهم على عصر الشيخ أحمد أنهاها كان يأخذ الزكاة ما عاد الداوية ما يأخذ عليهم الزكاة لكن الناس اللي ما هم مبتوية لكن من رواد الكويت يأخذ عليهم الزكاة على البعارين وعلى الغنم وعلى نزال بن معصب هو اللي يظهر العامل يقول العمالة العامل طلع اللي جاب الزكاة ويأخذها من جميع اللي في تحيط به حدود الكويت يأخذ الزكاة منهم عاد آخر في آخر الأربعينات بطلها الشيخ أحمد قال لا لا تأخذ منهم زكاة وخلى رجل من رجالات الكويت وهو أيضا له مواقف مشرفة وهو يعتبر أب لهذه العائلة وهو دائما يعودنا على الصبر على التحمل وعلى سعة البال وهذا شيء هو دائما كان سيرة حياته إنه هو سعة البال عنده والصبر وجمع الأسرة وجمع الأخوان. أبناء الكويت اليوم اطلعوا في رفاهية في أشياء ما ظهروا على أهلهم ولا أبوانهم ولا أجدادهم. قبل تعرف الفريد تقولهم تعرفهم تعرف الحرمة والرجال حتى إنك تعرف اثنين ثلاثة من يقول الجار بعض يقول بعض الناس يقول جار ما يعرف جاره الحين عنده في الكويت. فاللي أقول إن الشعب الكويتي أو الشباب الكويتي إن الله يوفقه في الدارس في دراسته والعامل في عمله والطالب في علمه وأنهم يكونون يشوفون وش ماضيهم
وماضي أهلهم وأنهم يكونون على مستوى مرموق، على مستوى طيب، أن يكونون مثل أبوابهم وأجدادهم اللي عاشوا في الكويت قبلهم. هذا اللي بقوله لهم.